يعني مستمعينا من احنا وصغار هيك دائما بكون خلينا نحكي اهالينا بكون لهم امل فينا، بدرسونا بحطونا مدارس كويسه، بحاولوا يعلمونا صح، بضلهم دائما يخلونا نتطلع لمستقبلنا وحابين اللي في اهالي بيكونوا حابين ان اولادهم اللي يكون دكتور، اللي يكون مهندس، اللي يكون طيار، اللي يكون مذيع، اللي يكون شو ما كان، المهم انه يكون هيك مبدع وموفق وناجح بمستقبله. فسؤالي لكم اليوم هيك عن المستقبل مستمعينا، وين وصلتوا ببناء مستقبلكم؟ على 0788-953-593 بستقبل اتصالاتكم واتساباتكم، وأنا حالياً عم بدور على قطعة أرض عشان أبني عليها مستقبلي. يلا فين وصلتوا ببناء مستقبلكم مستمعينا؟ أهلا وسهلا بكل الأشخاص اللي عم بتابعونا. رائد مرار تحياتي لإلك، وأهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا كمان بياسمين تحياتي لإلك يا ياسمينو. يلا خلينا نبدأ بأول اتصال بحلقتنا لليوم على 0788-953-593 من أمون. مساء الهلو يا أمون. مساء الهلو. هات أهلا وسهلا، منيحة الحمد لله، أنت شو أخبارك؟ والله مشتاق. أمورك تمام؟ الحمد لله. يلا خبريني يا أمون، وين وصلتي ببناء مستقبلك؟ لو بدي بناء مستقبل هيك أقعد وميكروفون إذاعة. أيوة، تقدمي برنامج معي أمون مع رمز العلم. الله عليك يا أمون، اسمع من كسر الدنيا أنا وياك بنعمل أحلى شو. إيش بضلك تقولي لي؟ كشخة. أنا صغير أقعد إذاعة لو مثلا ربع ساعة. والله خلص إن شاء الله هيك بركي بيوم الإذاعة العالمي هيك منجيبك معانا وبتقعدي ومنتحدث أنا وياك على الهواء، شو رأيك؟ بالضبط. طيب حبيبة قلبي، يلا بدي أتمنى لك كل السعادة اللي بالدنيا، وإن شاء الله يا رب يوم الأيام تحققي حلمك. تحياتي لك. يلا أحمد من تركيا عم بيحكي، أنا حلمي أني أكون نجم مشهور، لهلأ بس عندي أغنية تركي. إن شاء الله بتحقق هيك أحلامك يا أحمد، بس أنا سؤالي مش عن الأحلام، بدي أسأل وين وصلت ببناء مستقبلك؟ يعني عم تبني أساسات، شو وضعك؟ خبرني أكتر عن الموضوع. صار معنا عدي على الخط. مساء الهلو يا عدي. مساء الخير، كيف حالك؟ الله يسعدك. أخبارك يا أبو وديع؟ الله يسعدك يا أم أيلة. الله يسعد قلبك، تعالي يا أيلة، أم البنات، ناديني أم البنات. يسعد قلبك عدي، وين وصلت ببناء مستقبلك؟ الله شوف، أنا يعني بطمح أني أكون كيف بدي أقول لك، أكون مشهور. فهمت علي؟ مشهور؟ مشهور بعملي. بعملك يعني إلي سمعة قوية بالسوق. انت قصدك بالسوق يكون لك هيك سمعه قويه، لما حدا مثلا بده يروح يشتري عقار ولا يشتري ارض يجي يسال ايه، الى ما لك الا ابو وديع. يعني انا صحاب يعني جدات الاراضي حاط اعلانات يعني بشرات. يلا كثير منيح زي هيك، كثير منيح. ان شاء الله يا ربي هيك، الله ما يضيع لك تعب يا عدي. الفنان احمد عطيق، مساء الهلو عليك يا احمد. عم بحكي يا رند، انا عم بدور على مقاول حتى اقدر اني ابني مستقبلي. وكمان في عنا مشاركه من هبه عم تحكي، رند لا ضل مستقبل ولا ماضي، كل هدم. يلا ابراهيم زوايدي عم بسمعنا من نيوزيلندا، تحياتي لك واهلا وسهلا فيك. عم بحكي رند، صلي متغرب 15 سنه وبعدني بحفر اساسات عشان ابني مستقبلي. الله يعين، عن جد الله يعين صراحة. بلكم عنا بسمة، تحياتي لك يا بسمة، عم تحكي أنا الحمد لله قربت أتخرج وقربت أني أخذ الماسترز بإذن الله، إن شاء الله الله يوفقك. وكمان في عنا مشاركة تانية من محمود عم بحكي، ربنا يكمل أحلامنا ومستقبلنا على خير اللهم آمين. أما في عنا منى عم تحكي، أنا داري يا رند، أنا داري أي مستقبل. سامي تحياتي لك يا سامي، عم تحكي يا رند لساتني بدور على أرض، بس بدي أسألك أو بدي أحكي لك، إذا بدك هيك قطعة أرضك مرتبة اطلعي على إربد، لأنه إربد تربت حمراء. يلا عمار من أستراليا، مساء الهلو عليك. عم بحكي يا رند، المستقبل بنيته 3 مرات وانهدم، وهلأ عم ببني للمرة الرابعة. اسمع الحكمة هيك الخنفشرية اللي حكيتها بأول البرنامج يا عمار، يعني حاول وافشل وحاول وافشل وحاول وافشل وضلك حاول 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 وافشل افشل افشل لحديت ما تقتنع أنك فاشل. محمد تحياتي لإلك يا محمد عبد الوهاب، تحياتي لإلك. يعني في عنا مرفت أمين شخصيا، وهي محمد عبد الوهاب شخصيا، يعني ما شاء الله الله يكتر فنانيننا مستمعينا، تحياتي لكم. عم بحكي أنا درست هندسة عشان أشرف على بناء مستقبلي حرفيا. كيف زبطت معك هاي؟ أنا مش فاهم. يلا شهد يا شهد، عم تحكي عندما انتهينا من صنع السفينة جف البحر، وعندما خرقنا السفينة
هطل المطر ونحن لا نعلم أين أحمد. يا أحمد شكرا شكرا لك على الكلام الجميل، وأنا كثير مبسوطة كمان بمتابعتك. خلينا نستقبل كمان اتصال من إيمان نمبر 2. أهلا وسهلا فيك يا أمون. أهلا فيك رنود، مساء الورد، شو أخبارك؟ منيحة؟ كويس الله يسعدك. يلا افتحي لي قلبك يا أختي، افتحي لي قولي لي وين وصلتي بنا مستقبلك. أنا اللي بالنسبة لي خلصت، أنا فقدني أولادي يعني هسه صفينا الصف. هلا دورك أنك تساعدي أولادك أنهم يبنوا مستقبلهم. يعني هم بالنسبة لنا مستقبلنا، يعني هم اللي هسه احنا أسسنا خلص الحمد لله. إن شاء الله يا ربي. هذا السؤال لازم تسأليه لأهلينا، هم اللي أسسونا. مزبوط فكرك، احكي مع امي تليفون ادخلها على الهواء. لانه هم اللي راح تقول لك انا ما ربيتك عشان تكوني هيك يا ماما. يعني ان شاء الله يا ربي يكتب لهم المستقبل الحلو يا امون، ويكونوا دائما مبسوطين وحواليك. تحياتي لك يا امونه واهلا وسهلا. يلا في معانا احمد على الخط، مساء الهلو يا احمد. مساء النور. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. انت من وين عم تحكينا احمد؟ من تركيا. كنت اكتب انت بهلا بعثت لي تحياتي لك، اهلا وسهلا فيك، شو اخبارك؟ منيح. انا كثير منيح. احكي لي شو الاغنيه التركيه اللي عندك قبل ما اسالك؟ عملت اغنيه اسمها واو. طب غني لي غني لي جزء منها. هي شوي فانكي يعني مش انه شيء. طيب فانكي مش فانكي، كله هيك على مزاج، دائما هيك بنعدل المزاج، خلينا هيك نعدل مزاج مستمعينا بما انه انت معانا صرت على الخط من تركيا يا احمد. واو نتعبش سنسنالي، واو نريد عن سنسنالي، واو نتعبش سنسنالي، واو نريد عن سنسنالي. الله الله عليك يا أحمد، فخم صراحة. وياريت إذا أنت عندك هيك اللينك تبع الأغنية ابعت لنا يا عنا على الواتساب، هيك بركي نصير نلعبها بنجوم الظهر بعد إذنك يعني. ياريت. لا عن جد ابعت لي إياها، وأكيد إن شاء الله بنلعب لك إياها الحلقة جاي، بركي بكرة إذا بعتها اليوم نلعبها. خلص بس خبروني إنه بلح تلعبوها ان شاء الله. خلص باذن الله. احمد بدي اسالك سؤال، فعليا قديش صار لك انت بتركيا؟ انا من 2016 تقريبا. وتركت عشان عن جد تبني مستقبلك وتفوت بمجال الغنى؟ لا انا امي تركيه. اوكي. انا هلا تركيه. اوكي فهمت عليك. طيب ومبسوط وين انت وصلت، ولا حابب لسه تطور اكثر بمستقبلك؟ لا على بالي اسكن بباريس واشي اكثر يعني. الله عليك والله. كثير بس اشي اكثر شوي. بس لما تروح على باريس برضه بضلك تسمعنا احمد؟ أكيد على طول، أنا كثير بحبكم أنتي وإيش اسمه معين معن وحنين. الله يسعد قلبك، وإحنا كثير كمان مبسوطين صراحة باتصالك، أسعدتني جدا، موفق بحياتك إن شاء الله بتركيا بباريس بالواكواك، إحنا مبسوطين أكيد بسمع صوتك، تحياتي لك يا أحمد. يلا مروان عم بحكي رند وصلت ببناء مستقبلي لعند باب الدار، أما كمان هون في عنا مشاركة من يزيد، تحياتي لك يا يزيد، عم بحكي رند أول ما بلشت أبني مستقبلي سرقوا الاسمنت. يعني إيمان غزاوي بعتالي صورة مسخن مكتوب عليه نجوم الظهر بتقولي تفضلي مسخن ربداوي. طب أنا كيف بدي أجي أكل هلأ مثلا؟ يعني لأوصلك أصلا بيكون بارد. أي واحد تنين ليش هذا تشهون على الهواء مباشرة؟ سلم إيديك وألف صحة وهنا على قلبك. يلا نوال عم تحكي رند، إحنا وصلنا لشراء الأرض، اشترينا الأرض وخلصنا بس لسه ما عمرنا عليها. أما إبراهيم عم بحكي الله يبشرك بالخير مع حكمتك الخنف خنفشارية. أنا بمزح هي اسمها خنفشارية لأنها مش حقيقية أبدا يا إبراهيم، ما تسمع كلامي. يلا دولي يا دولي من قطر، مساء الهلو عليك. يا عم تحكي رند أنا وصلت لمرحلة التشطيبات ببناء مستقبلي، والتشطيبات يعني انشطب مستقبلي. مرام يا مرام مساء الهلو عليك. يا عم تحكي يا رند حطيت مستقبلي بأنينة وعملته مخلل، بيستوي كتير منيح عالشوب وبيدوب. صراحة عنا مشاركة من دون اسم، بليز ما تنسوا تبعتوا لي اسماءكم. عم يحكي بونجور كيفك، والله موضوع بناء المستقبل هو بالمبدأ سهل، السؤال لازم يكون وين وصلت بعملية البحث عن التمويل لبناء المستقبل في أموال الدنيا مفتوحة لك. يلا محمد تحياتي لك يا محمد، عم بسمعنا من انجلترا، عم بحكي مساء الخير، والله أبعد مستقبل منفكر فيه شو بدنا ناكل بكرة. يلا هي أحمد بعت لنا أغنيته واو، إن شاء الله بكرة بنلعبها يا أحمد خلال نجوم الظهر، اسمعنا أكيد، تحياتي لك كمان مرة. وكمان في عنا هنا مشاركة تانية من أحمد دغوطة، عم بسمعنا من كندا، عم بحكي أحمد أوشي مساء الهلو عليك أو صباح الهلو، بعرفش قديش وقت عندك، عم بحكي أنا خلصت بناء مستقبلي وهيني عم بنشر غسيل على السطح.
عندكم هيك بكندا؟ انا فكرت عندكم هيك مناشر مرتبه هيك مش على البلكونه او نشافه يعني، ولو تطوروا بكندا احنا عندنا نشافات بالاردن. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.